تيجي نبدا بالحالات بتاعت الاسبوع ده اتفضل. ومباراه الزمالك وانبي كان الحارس محمد عواد والناحيه الثانيه في انبي البلعوطي، اثنين حراس محترمين جدا. البلعوطي على فكره من برضو من المستويات الثابته الجيده. يلا يا جماعه عرضوا لنا الحالات على طول من مباراه الزمالك وانبي، المباراه اللي فاز بيها انبي محمد عواد شارك كحارس اساسي بدلا من محمد صبحي. الحالات معانا هي على طول تعرض. طبعا مش هنطول، ان نختصر ال يلا اتفضل يا كابتن. دي كره مباراه 18 طبعا فيها صعوبه جدا لان فيها رد يعني فيها خبط خبطه ومغيره اتجاهها، فكان صبحي رايح اتجاه الكره الاصلي سوري كان عواد رايح اتجاه الكره اللي هو المفروض اللي هي في نص الجون او في ناحيه الشمال، ولكن غيرت اتجاهها فكانت صعبه عليه بصراحه، ما تقدرش تلومه في جون زي ده يعني. عظيم. ناخد اللي بعدها. فعلا صعبه جدا يعني. لا صعبه قوي يعني. ضربه جزاء طبعا، جول التعادل للزمالك، الجول الثاني يعني هي فيها نقف فيها مشكله ان المكان ده حارس المرمى مش هيقدر يطلع، يعني فيها صعوبه برضو. انا ما يعني ما يتلمش عواد في الجول ده لان في مكان صعب جدا، المكان ده اقرب لي المفروض يبقى اللي واقف بره ده يبقى اقرب شويه أوباما. على قائم بالظبط. انا يعني انا المفروض عواد يكلم اوباما ان يبقى قرب شويه على القائم، لان هي هتعدي كده كده اوباما او اللي على القريبه قوي لان هو طالع بره الجول قوي. كملها بقى. صعب جدا ان انا اطلب من حارس مرمى يطلع في المكان ده، يعني برضو من الاهداف الصعبه جدا وما اقدرش احمل عواد فيها بصراحه. عظيم. نشوف اللي بعده.